هنا في الناصرية بمحافظة ذي قر اجتمعت هذه الأصوات على رفض قرار خصخصة الكهرباء، القرار الذي رفع قيمة فواتير الكهرباء بنسبة كبيرة. العشرات بل المئات من مواطني الناصرية تجمعوا أمام دائرة توزيع كهرباء محافظة ذي قار للتعبير عن رفضهم للقرار، كما فعل ولا يزال الكثير من مواطني المدن في العراق، ورفضهم لاستهدافهم بقرارات حكومية تزيد من الأعباء الكبيرة الموجودة أصلاً في الحياة اليومية للمواطن العراقي، وتسرق أموالهم وتؤرق مضاجعهم. نرفض نحن جموع أبناء ذي قار من الأقضية والنواحي هذا القرار وهذا المشروع المجحف والجار، نرفض رفضاً قاطعاً الخصخصة، كذلك نرفض التسعيرة الجديدة المجحفة بحق الفقراء، ونطالب برفض الخصخصة والعودة إلى تسعيرة ما قبل 2016. كل أصحاب دم أنا دافعت. متظاهرو مدينة الناصرية الذين ضاقت بهم الدنيا قطعوا كذلك شارع 20 وسط المدينة، ورفعوا لافتات منددة بالقرار الذي وصفوه بالجائر، داعين الحكومة إلى التراجع عنه، كما اتهموا الحكومة بتهميش المواطن وحقوقه وإصدار قرارات تهدف لتمويل مشاريع فاسدة، منها تمويل الأحزاب في البلاد. وزارتك المتقاعسة عن أداء عملها على مرور السنين هي اللي نهبت ميزانية الدولة وليس الفقراء. هؤلاء أبناء الناصرية ظاهرون اليوم ضد تعبيرك المشين والمهين لهم على أنهم سراق ومتجاوزين. ويبقى أبناء محافظة ذي قار كغيرهم من المواطنين العراقيين ضحية لقرارات حكومية وضعت راحة المواطن على هامش قائمة الاهتمامات والمسؤوليات الحكومية.